نهاركم سعيد مع خالد السعيد من أمام متحف ملاذ الحقيقة. هذا المتحف موجود في جنوب تايلاند وفريد من نوعه بالعالم كله، لأن المتحف بالكامل مبني من الخشب المنحوت. بناه هذا الشخص رجل الأعمال التايلندي لاغ فريفن، وهو يا زوجته سنة 1981 بلشوا الشغل فيه في نحت الخشب وبنائه في هذا الطراز على يشبه المعابد التايلندية وفي جميع صور المعبودات الآسيوية. وبسبب أنه لا زال في طور الإنشاء لبسنا الخوذ أنا وصاحبي وأخوي العود علي السالم. الشرح في هذا المتحف يختلف عن كل متاحف العالم. كل متاحف العالم تتكلم عن التاريخ والسنوات والماضي، بينما هذا المتحف يتكلم عن الحقائق اللي يعيشها الإنسان على الأرض وفي المجتمع وفي الأسرة. الحقائق اللي الإنسان يعيش على الأرض هي الأرض أو التراب والهواء والماء والنار، والحقائق اللي يعيشها الإنسان في مجتمعه إنه يكون عايش في مجتمع متسامح متآخي ومتعاون فيما بينه، وحقيقة إن الإنسان يأتي إلى هذه الحياة وما معاه شيء، ينولد بما معاه شيء ويغادرها ويموت وما معاه شيء، واللي يتركه المادي اللي هو الإرث راح يزول مع الوقت، بينما اللي يتركه المعنوي اللي هي السيرة الطيبة والعمل الصالح يستمر إلى زمن طويل. حقيقة المجتمع إن نواة الأسرة هي الأم، ونواة المجتمع بالكامل هو المعلم. والمتحف فيه منحوتات وتماثيل من مختلف الثقافات والديانات في آسيا، في تماثيل من الثقافة البوذية والهندوسية والكريشنا وحتى ثقافة كونفوشيوس الفلاسفة الصينيين. الأخشاب اللي نشوفها هذه تقريبا كل أنواع الخشب في العالم موجود ومنحوت في هذا المتحف. بعد موت المؤسس لهذا المتحف، الحكومة التايلندية حطت إيدها على هذا المتحف وكملت العمل وفرضت رسوم دخول رمزية علشان أسعار الخشب والتولز أو المعدات اللي يشتغلون فيها في هذا المتحف، ولا زال قائم ولا زال يستقبلون عدد كبير من المتطوعين علشان يكملون الشغل، ومن المتوقع أن الشغل فيه يخلص في 2050. ارتفاع هذا المتحف يعادل 50 دور، وتم عمل فواصل بسيطة بين كل خشبة والثانية عشان تقاوم الرطوبة لأن دح الموي يم البحر، وتم طلاءه بالكامل بمواد تقاوم الحشرات لأنه مبني وسط غابة.